بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج الانسز، وشغالين من داخل برنامج الانسز، برنامج الديزاين مودلر، البرنامج الخاص بموضوع رسم الموديل داخل برنامج الانسز. بنبدا نجيب المديول الخاص بالجيومتري، ونبدا نخش نفتح الجيومتري، ونبدا نضغط كليك يمين، ونبدا نفتح البرنامج بتاعنا. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد امر جديد من الاوامر الرسم، ونبدا نطبق الكلام ده. اول حاجه زي ما احنا كنا بنقول وتعودنا خلاص، اللي احنا بنبدا نحدد الوحدات، وبعد كده بنبدا نختار المستوى اللي هنبدا نرسم عليه، وبعدين نبدا نعمل سكتش، وبعدين نبدا نعمل لوك ات، او نقدر نضغط على الكوردينيت او المحور الخاص بالزد، ونبدا نعدل شكل اللوحه قدامك او المحاور سواء اكس والواي، او على حسب المستويات اللي انت اشتغلت عليها سواء زد واكس او الواي والزد. بننزل تحت هنا هتلاقي كلمة الموديلنج، وبنلاقي كلمة السكتشنج، بنخش على السكتشنج، واحنا اخدنا الامر بتاع اللاين، واخدنا الامر بتاع المستطيل، واخدنا الامر بتاع الدايرة. النهاردة وهنبدأ ناخد امر جديد، والامر بتاعنا بيكون عبارة عن البوليجون. البوليجون بيكون عبارة عن ايه؟ اللي انت عايز تبدأ ترسم مجموعة من أضلاع في صورة مثلث، في صورة خماسي، في صورة سداسي، على حسب الشكل اللي أنت عاوز تختاره. مثلا لو كان عندك شكل زي الصامولة، بنكون بنحتاج إن إحنا نبدأ نرسم شكل المسدس بالنسبة لنا. فإحنا لو بدأنا نختار الأمر، هتلاقي عندك هنا النمبر أو عدد الأضلاع بتاعت اللي أنت عاوز تبدأ تشتغل عليه. لو إحنا ضغطنا على العدد اللي قدامنا وكتبنا 3، فبالتالي هيبدأ يرسم عندنا شكل مثلث أو شكل بيتكون من 3 أضلاع. لو احنا وقفنا هنا عند النقطة الأصلية هنا واتحركنا، هتكون عندك ده بالنسبة لك المركز بتاعه، ويبدأ يرسم لك شكل المثلث بالنسبة لك. طيب لو خلينا بقى الكلام ده في صورة 4 أضلاع، يبدأ يرسم لك شكل المستطيل أو شكل المربع. ونفس الكلام لو احنا خليناها ب 5 أضلاع، بنبدأ نعمل شكل الخماسي. فأنت عارف اللي هو بيبدأ من المركز ويبدأ يفتح معاك، وتبدأ تحط الأعداد او على حسب عدد الاضلاع اللي انت شغال عليه. لو انت شغال مثلا بتعمل صامولة، فانت محتاج ترسم الشكل اللي قدامنا ده، اللي هو بيكون عبارة عن شكل المسدس. طبعا الكلام ده ممكن تعمل بقى ثماني، وعلى حسب بقى انت هتبدأ تشتغل والرسمة بالنسبة لك. بنروح بعدها بنروح نعمل ايه؟ بنروح نعمل بقى الدايمنشن، ونشوف طول الضلع اللي احنا محتاجينه، ونبدأ نحط له ان طول الضلع مثلا قيمته بكذا، فبالتالي تقدر تحط الابعاد بتاعتك سواء بقى على اي حاجه بالنسبه لك. واحنا عرفنا ازاي نبدا نحط الابعاد سواء باستخدام الجنرال او باستخدام الدايمنشن خاصه بالجنرال، تقدر تحط جميع الابعاد بالنسبه لك. لو عايز تحط بعد من نص الاصل مثلا لغايه الجزء ده، بنختار اللينس على الديستانس، والكلام ده احنا قلناه في السكشن اللي فات. يبقى احنا كده اخدنا الامر بتاع البوليجون، وعرفنا ازاي نبدا نرسم شكل سداسي، خماسي، شكل مثلث، شكل مسدس، على حسب ما انت عايز. احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهارده، وان شاء الله نكمل الجزء التاني.